الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا النداء هو النداء الثالث، نداء الثالث في سورة الحجرات، أو دعونا نسميه الحجرة الثالثة. نقولنا أن الحجرات جمع حجرة، والحجرة هي المكان الذي يحجر عليك تصرف معين، أو الحجرة هي مكان الأمن والأمان بالنسبة لك التي تمنع من هو خارج الحجرة من أن يؤذيك. فكل وصية في سورة الحجرات هي أمان لك، وهي تحميك من تصرف قد يضرك، قد يؤذيك، قد يؤذي غيرك، فهي أمان لك وللناس، فتمنع ضررك عن الناس وتمنع ضرر الناس تمنع ضرر الناس عنك. وهنا انتقلنا للنداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قلنا إن نداءات سورة الحجرات في خمسة، يا أيها الذين آمنوا، واحدة يا أيها الناس. ياريت نحفظ بقى السورة، اللي احنا كده ينفعش ان انتوا تكملوا ومش حافظين السورة. اول نداء كان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تاني نداء يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وادي تالت نداء معانا. احنا قلنا ان سورة الحجرات تتكلم عن السورة المثالية للمجتمع الذي نريد من خلال المحاذير. يعني المجتمع الذي نريده لن يكون مجتمعا مثاليا صالحا حتى نتجنب المحاذير الآتية. هناك محظور في التعامل مع الله، هذا المحظور أن نقدم شيئا على كلام الله أو الوحي الذي أوحاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أول مسألة في المجتمع، أن يكون علاقته بالله علاقة صحيحة. فهذه العلاقة الصحيحة اختصرت في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسول. إذن المجتمع مجتمع مستسلم استسلام تام لله عز وجل، كل أمر يطاع وكل نهي يجتنب، ولا هذا المجتمع ليس فيه عناد كعناد بني إسرائيل الذي أفسد عليهم المجتمع الذي كانوا فيه. فكانت النتيجة قال سبحانه وتعالى، لما قال موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا لا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لن إن فيها قوما جبارين، القصة اللي انتوا عارفينها. ففي الآخر سيدنا موسى وسيدنا هارون مش عارفين يعملوا ايه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وربنا ذكر قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هي ده المجتمع بسبب مجتمع فاسد، مجتمع كان عنده مشكلة في التعامل مع الله. تأتي الأوامر من الله يقول الموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. هذا مجتمع لا يصح أن يستمر. لذلك كان استبدال هذا المجتمع بالكامل بمجتمع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لأن هذا المجتمع لم يعد قابلا لإصلاح العالم، لأن هو نفسه مجتمع فسد بسبب الاعتراض على أوامر الله. بعد كده دخلنا في المسألة الثانية، وهي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه علاقة المجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام، من كمال التوقير والإجلال والتعظيم والعناية والرعاية وكل دوت. تكلمنا في الموضوع ده في محاضرتين. المحاضرة الأولى تكلمنا عن كيف يكون التوقير، وكيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الأمر، وكيف كانوا يولون النبي عليه الصلاة والسلام تمام العناية والرعاية استجابة لأمر الله تعالى في سورة الفتح، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
وتوقروا عليه الصلاة والسلام. فالذين في سورة الأعراف، فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. تمام. فده الأمر الثاني. تكلمنا في محاضرة تانية من وجهة نظر تانية خالص، لما تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت إزاي ربنا سبحانه وتعالى كان هو بيعامل النبي بقى عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف أنت مفروض بقى تعمل إيه إذا كان ربنا بيعامل النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة خاصة جدا وبعناية عالية جدا وبطريقة لم يعامل بها أحد من العالمين، من خلال اللي ذكرناه في المحاضرة اللي فاتت سميناها أعظم إنسان في التاريخ، وإزاي ربنا بيعامل النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف كلها، ومتى كان يتكلم سبحانه وتعالى، عندما كيف كان يتكلم عندما تحدث الأحداث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يواسيه، كيف كان يراعي حزنه، كيف كان يذب عنه، يدافع عن أصحابه، يدافع عن زوجته. إيه كلمنا في القصة ديت، وبين أيدينا دلوقتي الإيه القضية الثالثة، وهي علاقة المجتمع مع أفراد المجتمع نفسه. خلاص دي علاقته مع ربنا، علاقته مع الرسول، يبقى فاضل علاقتنا مع بعض بقى. علاقتنا مع بعض هي المجتمع عبارة يا إما ناس صالحين إما ناس فاسدين، حاجة من الاثنين، ما فيش في النص. يعني إنسان كويس إنسان مش كويس. يعني الإنسان مش كويس ده في اللي هو بقى مش كويس خالص، يعني مش مجرد أي حد بيعصي ربنا يعني، وإلا فكلنا بنعصي ربنا، لكن بنتكلم عن واحد فاسق أو واحد منافق، لأن دوت اسمه مؤمن لكن يفسد داخل المجتمع المسلم أكثر مما يفسد غيره. فأنا عندي فاسق معروف، يعني إنه هو فاسق معروف عنه، يعني نفاقه يظهر من أقواله وأفعاله. وفي واحد مؤمن ظاهر إنه هو ظاهره طيب وحسن، وحتى لو كان بيغلط كده ولا كده فيش حد بيسلم. طب نتعامل إزاي بقى مع الفاسق، وتعامل إزاي مع المؤمن؟ الآية بدأت بالكلام على الإيه الفاسق الأول قبل المؤمن. ليه؟ رغم إن المؤمن أفضل من الفاسق المفروض يقدم في الكلام، لكن لأن هنا الكلام مش على الأفضلية إنما الكلام على الخطورة. كان أخطر شيء على الإطلاق أن تفسد علاقة المجتمع مع الله، ده أخطر شيء. أخطر تاني شيء أن تفسد علاقة المجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخطر الشيء الثالث الخطير أن يكون هناك خلل في التعامل مع مين؟ الفاسق. لأن الخلل في التعامل مع الفاسق خاصة خبر الفاسق يؤدي إلى فساد المجتمع بالكلية. وأما لو فسدت علاقة بين المؤمنين فلا يفسد المجتمع بالكلية، إنما المؤمنين أقصى حاجة يحصل سخرية، غيبة، نميمة زي ما سأتي، فممكن يعني هيحصل شحناء بغضاء، بس مش هيحصل إيه إن إحنا نوصل لمقتلة أو إن المجتمع ينهار. لا، مين اللي ممكن يخلي المجتمع ينهار؟ المنافق والفاسق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق، وبين يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، اللي هو الكلام بقى بين المؤمنين بقى إيه؟ بلاش السخرية، بلاش اللمز، بلاش نبوز بالألقاب، بلاش الغيبة، بلاش التجسس، بلاش سوء الظن بلا سبب. بين دي ودي في آيات كده هتجيلنا النهاردة أو مرة جاية، وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إيه اللي جاب الآيات دي بين الاتنين؟ كأن المعنى لو أنت ما خدتش بالك من خبر الفاسق مش هنوصل اصلا لمرحله ان احنا نقول لكم يا مؤمنين اتعاملوا مع بعض ازاي، لانك انت اصلا المجتمع هيتدمر بسبب الفاسق دوت، المجتمع هينهار بسبب الفاسق ده، ولو ما عرفتوش تتعاملوا معاه صح سيصل بكم الامر الى القتال. الى القتال، مش مجرد شحناء بغضاء ولا زعلانين من بعض، لا، المجتمع هيحصل فيه قتال عنيف. وفي العادة إن اللي بيسبب كده هذا الفاسق البعيد عن الله سبحانه وتعالى، هذا المنافق اللي بيعمل حالة زعزعة في الصف المؤمن بما ينقله من أخبار كاذبة. وهو إيه سلاح المنافق؟ والمنافق مش زي الكافر. الكافر هيحاربك بسلاح، هيحاربك بدبابة، بطيارة، هيحاربك باقتصاد. الفاسق ده قاعد جوه، إيه الإمكانيات اللي معاه؟ كلام، وما يقدرش يعمل غير كده. هو لو طال عليك بسلاح ظهر على طول، خد بالك، لو حاول مش عارف يعمل اي حاجة مادية هيعملها هتبان على طول، او امسك مجرم تعالى. لكن ايه اللي ممكن يحصل محدش بيحس بيه؟ الكلام. ذلك ربنا ركز، كان التركيز على ايه؟ خبر الفاسق، ان جاءكم فاسق بنبأ. طب ليه ربنا ما اتكلمش عن حاجات الفاسق التانية؟ لانه ما عندوش اسلحة اقوى من كده. اقوى سلاح عنده ليه؟ الخبر. لانه ما يقدرش يطلع عليك بسيوف، ما يقدرش يطلع عليك بدبابة، ما عندوش طيارة يهجم عليك بيها، وان كان يتمنى يعمل فيك كده، لكن هو السلاح الفتاك هو الايه؟ الاخبار، ان هو شغال جوه، وجوه دي اسهل حاجه تخرب بيها جوه الايه؟ الكلام والاخبار والاشاعات
فلو انا قدرت امسك له الخبر بس، لو مسكت في الفاسخ الخبر بتاعه انا احبطت كل اسلحته تقريبا، او دمرت اقوى اسلحته على الاطلاق. اي حاجه تانية مش هيعرف ايه، مش هيعرف يفسد قوي بين الناس، سخريه بقى، الهمز اللمس، هيخش في ايه المشاكل اللي بين المؤمنين اللي هي ما تؤديش الى ايه، الى دمار المجتمع. لكن الخبر بقى اللي هو بينقل لي مشكله، بينقل لي قضيه، بيحكي لي حاجه عن الامه، عن حد مشهور، عن حد عالم، عن حد مؤثر في الامه، لا وقف عندك في طريقه للتعامل معاك، علشان انت مش مامون الجانب لا يقبل خبرك الا ان احنا نتاكد، لان مثلك لا يؤتمن على الاخبار ولا يؤتمن على الايه، على الامه. فكم من خبر اضر بالامه على مدار التاريخ، وهنقول امثله النهارده للموضوع ده، امثله خطيره جدا. ليس فقط الموضوع موضوع امه وكده، لكن كم من خبر فاسق افسد بين الاخوه الملتزمين او حتى الناس اخواننا اي حد يعني. كم من خبر نقل ليك خلى علاقتك بواحد صاحبك خلاص بقى في صدرك شيء منه، انت ما تثبتش، خدت الخبر ما دورتش ما بحثتش، هو جاي لك من واحد انت عارف انه مش انسان تقي يعني، اللي هو تقبل منه الكلام، لكن انت صدقت فحصل في قلبك شيء. كم من خبر ادى الى حالات طلاق، طلاق، ده اتكلم عن ده ودي بتتكلم عن دي ودي بتقول عليك، وخلي بالك مراتك بتعمل، خلي بالك جوزك شفته، ولا تثبت ولا شيء. والاخبار في العاده الاخبار دي لا تاتي الا من ناس مش مامونه الجانب تماما. كم من بيوت هدمت، كم من اخوه يعني هدمت بسبب اخبار فساق. فلو ان احنا امنا الخبر ده وتعرفنا ازاي نتعامل معاه، زي ما هنقول النهارده قد ايه شر ممكن نتجنبه، وقد ايه شر ممكن ربنا يعني يعافينا منه. قصه سريعه قبل ما نبدا في القصص الثقيله يعني. كان يحكى ان ليه ان عبد، قصه حقيقيه، عبد كان عند امراه، كان عايز العبد دوت يتحرر باي شكل، عايز يخلص من الست دي باي شكل. كان عبد فاسق يعني. عمل ايه العبد ده؟ موت الست بطريقه بسيطه جدا. راح للست دي قال لها نفسي جوزك يحبك، قالت له يا ريت، قال لها انا هخليه يموت في دباديبك، قالت له ازاي، قال لها هاتي لي شعره من دقنه، شعره من ايه؟ من دقنه، وانا اعمل لك ايه؟ شويه حاجات كده خليه يموت فيك. قالت له سهله جدا، بس مش لازم، بس ما ينفعش يعرف وهو نايم كده ايه؟ بص لي شعره بس. راح للراجل قال له على فكره مراتك هتموتك النهارده، وحضرت مقص كده حلو وهتقطع رقبتك. خلصت، الراجل عمل نفسه نايم، الست بكل بساطه دخلت بالليل والمقص تشك 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 يلا بينا، اول ما قربت من رقبته راح الراجل قام وخنقها وموتها. خلص العبد من الايه، من السيده. لو كان الراجل ده راح حتى سالها ولا استفسر، يعني لازم يعني تعمل فكيك قوي تنام وتعمل نفسك نايم عشان تتاكد يعني، في طريقه تانية ممكن يعني تتثبت بيها، خاصه انت العبد ده بتاعك وانت عارف ان دوت شخص فاسق غير مامون. شوف حاجه في تركب، حاجه سهله جدا، موت الست مش تطلقه، ده موتها تماما، وهو ملوش دعوه ولا ايده ولا لمس حاجه، وعمل اللي هو عايزه في ثانيه واحده. ده مثال بسيط، المثال ده ممكن يحصل على مستوى الامه يعني. حط ان ايه، ان الزوجه دي والزوج ده فئتان من المؤمنين حصل وقيعه بينهم، تخيل بقى كم الدماء اللي ممكن تسيل بسبب خبر ايه، عابر كده ولا كده، من الاخبار اللي انتوا عارفين قد ايه بتتناقل. ليس المشكله في المنافق اللي بينقل الخبر. منافق متسق مع نفسه، يعني منافق وعايز يفسد في المجتمع، الراجل شغال يعني، ما يعني الراجل المفروض ايه، نحترم الراجل شغال وعارف شغلته، افسد بين المؤمنين فشغال كويس، مش نحترمه يعني ولا حاجه، لكن هو متسق مع نفسه. حمار بينهق، هل ممكن واحد يقول له اتنهق ليه؟ حمار يعني، دي شغلتي ابقى انهق، فيعني ما اقدرش نعيب، لكن العيب ان بني ادم ينهق، انت مش حمار. فالعيب ان المسلم بقى هو اللي ينقل الخبر عن الايه؟ عن المنافق. هي دي مشكله حقيقه. والا فالمنافق لو احنا وقفناه، وقفنا الخبر عنده خلصت. لكن المشكله ان في مؤمنين بل صالحين بياخدوا الخبر ده ويتناقلوه بينهم، وهو ده اللي بيسبب الضرر في الحقيقه. والا هو في كم منافق في المجتمع؟ مش كتير يعني، الا شك ان الغالب هي مؤمنين.
طب ازاي الخبر بينتشر؟ لا شك ان في دايره الانتشار دي مجموعه كبيره من المؤمنين، والا مش ممكن يوصل خبر لكل الناس ديت الا ان في مؤمنين تناقلوا. فليس الخطر في المنافق الذي يعني بدا الخبر، ولكن الخطر كله في مؤمن صدق المنافق ده، صدق الفاسق ده، مع انه جرب عليه 100 كذبه ونقل الخبر دوت واشاعه وانتشر، وبقى محدش عارف هو جه منين الخبر، هو جاي من ده على ده على ده، مش عارفين مين المصدر بتاعه عشان نقدر نحاكمه. لذلك من اعجب العجب اللي انا دايما بقى بفكر فيه، بقول الناس كفار قريش دول كان عندهم شويه لوجيك كده احسن مننا في حاجات، طبعا سيبك من كفر والقصه دي، بس هما في عندهم شويه ابجديات فهم بني ادمين احسن مننا. ليه؟ اولا العرب في العاده كانت لا تكذب، يعني دي حاجه كويسه عندهم. وابو سفيان لما تعرفين قابل هرقل عظيم الروم مره، فقال له يعني ايه، كان لسه كافر، فقال له عايز اسالك عن هذا الرجل اللي بيدعي ان هو نبي عندكم دوت، وتجاوبني. فقال يعني لولا ان كان معنا ناس، طبعا ابو سفيان قال لولا اني اخشى ان يؤثروا علي كذبه لكذبت عليه، يعني لو لوحدي كان ممكن يعني افكر ايه اكذب، لكن الناس بتسمعني مش ممكن اكذب ابدا، اكذبش ابدا عشان عيب ان انا يؤثر علي ايه كذبه، تخيل. لكن عايز اوصل لنقطه معينه، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف على جبل الصفا اول مره دعا الناس، فقال يا قوم لو اني اخبرتكم ان خيلا بظهر الوادي تغيروا عليكم، في جيش جاي دلوقتي وانا شايفه من الجبل اللي في ظهري دلوقتي، انتم مش شايفينه، بقول لكم في جيش ورايا دلوقتي، هتصدقوني مش هتصدقوني؟ قالوا له ايه؟ ما جربنا عليك ايه كذبا. اذا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام كذب في حياته كذبه واحده ما كانوش قالوا له كده، كانوا قالوا له لا والله مش هنصدقك، هندور وراك، لان انت مره ايه مره كذبت. الناس دي دماغها نظيفه مش نظيفه؟ دي دماغ نظيفه في الحته دي، ده كلام معقول، ده كلام منطقي. طب لما يجي ناس بعد بكل دوت واحنا مسلمين وعاقلين وخدنا كل ده، هناك مصادر ما جربنا عليها صدقا اصلا، مذيعين على برامج على جرايد على اعلام عايش حياته على الكذب، وكل يوم يكذب 1000 كذبه، وكل يوم يتفضح ويبان كذبهم، ولسه الناس بتشوفهم، ولسه الناس بتسمعهم، ولسه الناس بتنقل عنهم، ولسه الناس بتبني مواقفهم على الاخبار ديت، ولسه بيشيروا لهم، ولسه بيردوا على بعض ويستدلوا فلان قال وفلان قال وما سمعتش امبارح بيقولوا. فين عقولنا؟ فين عقلك؟ لما يكون الراجل المشرك ابو جهل يقول لو انت كذبت عليا مره ما صدقكش، واحنا ما سمعناش كلمه صدق واحده ولسه بنصدق، ولسه بننقل، ولسه بنفرقع اعلاميا زيهم، ولسه ولسه ولسه. حاجه يعني تطعن في عقلك، في عقل البني ادم حتى، بغض النظر عن الامر الشرعي، مفيش عاقل يعمل كده. الكذاب خلاص بيتعلم عليه، معروف طول عمرنا بنعلم على الكذاب. لكن شخص بيكذب كل يوم وكل يوم بنتابعه، هو ده الغريب في الحقيقه. ده اغرب شيء، يعني انا مش فاهم الناس بتفكر ازاي بتتابع نفس الناس اللي كتبت 1000 كذبه قبل كده ولسه معتمده ان دي مصادر التلقي عندها. دي من اكبر مشاكلنا. وحتى لو الشخص اللي المفسد دوت نقل اخبار، ما هو لو محدش بيشوف البرنامج بتاعه البرنامج اتقفل تاني يوم. لكن في ملايين تاني يوم بتتكلم في الاخ في اللي سمعته في البرنامج. ملايين بتنقل عنه. كذب على صدق على ما تعرفش ايه، والمجتمع يعيش في موجه من الايه؟ من الخبل. محدش عارف ايه الصح وايه الغلط، كل واحد بقى حسب مصدر التلقي بتاعه، اللي بيسمع القناه دي يطلع باستنتاج. يسمع القناه دي يطلع بحاجه تانية خالص. واحد ده يقول لك الدنيا تمام، وده يقول لك الدنيا ضايع، ده يقول لك دول مسلمين، ده يقول لك دول كفار، وده يقول لك دول منافقين، ده يقول لك يا سلام دول احسن ناس، كله بقى وكله كذب. الحقيقه على الارض دايما. غالبا ما ياتيك من الاعلام يكون متاثر بتوجه الايه؟ التوجه العام يعني. الفكره يعني انا عايز اوصل لايه؟ لان اخطر عندي شيء المؤمنين اللي بيشيلوا الاخبار ديت. وشير وانشر وبتاع، وتلاقي ملايين المشاهدات، جت منين الملايين ديت؟ انما من مؤمنين حملوا اخبار الايه؟ هؤلاء الايه؟ المنافقين. طيب ربنا بيقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في الايه؟ في المدينة، بيعملوا إرجاف في المدينة، هم دول منافقين. تخيل
عارف انت المنافقين اصلا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوش كتير على فكره، يعني المنافقين المعلومين النفاق ممكن يبقوا كانوا 80 واحد مثلا، والمسلمين كانوا مثلا في غزوه تبوك 30 الف واحد. ربنا بيقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. بس المشكله بقى ايه؟ المشكله الكبيره وفيكم ايه؟ اخطر شيء دي. ما هو 80 واحد هيأثروا ازاي؟ معلش هيأثروا ازاي؟ 80 واحد يأثروا في 30,000 ازاي؟ هي دي. وفيكم سماعون لهم. في ناس بتاخد كلامهم، في ناس لسه مش عارفاهم كويس، حتى اللي عارفهم ممكن يقول لي ما هو خد بالك ما الفسق مش بيكذب على طول الخط، ما اكيد في حاجات بيقولها ايه؟ صح، فياتي يقول لك يمكن دي اللي صح فينقل عنه. هو عنه عارف انه كذاب، مفترض كذاب ما تاخدش منه بقى الا انك انت تتاكد ان هو بيقول ايه؟ بيقول صح. احداث كتير مرت بالامه كانت هتدمر الامه بالكامل، بل في احداث بالفعل اثرت في الامه تاثير رهيب الى الان موجود. انا احكي لكم قصتين، هبدا بالقصه القصيره. القصه القصيره هي موقعة الجمل. تعرفين موقعة الجمل؟ كانت الخلاصة هي القتال الذي حصل بين علي وجيش علي بن أبي طالب، والجيش اللي كان فيه طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت راكبة جمل، لذلك اتسميت الموقعة دي موقعة الايه؟ الجمل، لأن كان الجيش أكتر حاجة بيدافع عنها الايه؟ الجمل، حتى لا تصاب السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها. ولما الجمل ده وقع انتهت الايه؟ انتهت المعركة. إن الفريقين كلهم خايفين على السيدة عائشة، خد بالك، يعني حتى فريق سيدنا علي مخلي باله على إيه؟ على السيدة عائشة برضه. فأول ما الجمل حصل له إصابة بسبب ما، الفريقين وقفوا إيه؟ وقفوا قتال. يعني الفريق ده وقف قتال وفريق ده اضطر يوقف إيه؟ قتال، وانتهت المعركة خلاص وحسمت لصالح علي بن أبي طالب بسبب إن الجمل سقط. ذلك تسميت موقعة الإيه؟ الجمل. موقعة الجمل دي باختصار القصة من الأول، إن سيدنا عثمان قتل لأسباب يعني يطول شرحها. طبعا قتل ظلما، وممكن برضه دي ترجعنا، بس يعني الموضوع يطول، ان اصلا مقتل عثمان كان بسبب خبر فاسق، اشاعات كذب تم تناقلها، بداها عبد الله بن سبأ يهودي ادعى الاسلام وبدا ينشر اخبار كاذبه عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، واستغل بعد العراق عن مكه والمدينه وان ما حدش الدنيا هناك المعلومات ضعيفه، فبيكذب هناك والناس بعيدة عن مصدر الوحي سواء المدينة أو مكة، فما فيش تثبت. سهل إن أنت تكذب في العراق وتتصدق لأن أنت بعيد عن اللي الصحابة، يعني مش ما فيش زي المدينة ومكة. فكان بينقل ينقل أكاذيب ويحكي ويقول أنا كنت يهودي ولقيت في كتب أهل الكتاب كذا وكذا، يعني إيه قاعد يألف تأليفات. ومن الحاجات اللي قالها حاجات صح بس فسرها غلط. يعني نقلوا من الحاجات اللي كانوا بسببها خرج على عثمان حاجات حق بس اتفسرت باطل. فكان مما ينقمون على عثمان مثلا انه فر يوم احد. اه صح، عثمان رضي الله عنه فر يوم احد، بس خد الخبر كده لوحده مجتزأ تفتكروا ان هو ايه؟ طعن في عثمان رضي الله عنه. لكن عثمان حتى لما تتعرض عليه الامر ده ذكر قال نعم، اقر ان هو حصل منه، وقال ان في ناس كتير فرت وربنا قد عفى عنا. هو ربنا قال كده، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. عايزين مني ايه؟ ربنا بيقول في الكتاب ان هو عفى عني، خلاص غلطه وغلطتها زي ما غيري غلط يوم احد وربنا عفى عني. ذكروا بقى عنه حاجات كده زي كده كتير، ليه عملت كده وليه عملت كده. كان يجتزئوا الايه؟ يجتزئوا الموقف بدون السياق وبدون ما يفهموا وبدون ما يسألوا انت عملت كده ليه؟ عابوا عليه ان هو ما راحش يوم بدر. ايه رايك في الخبر ده؟ سيدنا عثمان ما راحش يوم بدر. خبر، خد الخبر ده. انت ممكن تاخد الخبر ده لوحده كده مجرد عن السياق وعن القرائن وعن القصه وعن الموضوع تقول ايه ده؟ ما ينفعش كده. لا لا لا، احنا الراجل ده ما ينفعناش. الراجل ده لازم يتشال من هنا. طب افهم واحده واحده بس. الكلام حق ولا مش حق؟ كلام حق. هو تخلف عن يوم بدر؟ اه تخلف عن يوم بدر. لكن لما الكلام اتعرض على عثمان قال يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش نفير عام، هو قال اللي عايز يخرج اصلا ايه؟ اصلا يخرج. ثم انا كنت مشكله، كانت بنت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي زوجته كانت مريضه.
وانا ما خرجتش عشان انا كنت بمرضها، والنبي عليه الصلاه والسلام كان عارف كده وما قاليش تعالى لان عارف ان انا كنت بمرض بنته. يعني انا ممكن اجاوبك اذا خبر المنافق ده خد بالك مش لازم يكون كذب، ممكن يكون صدق، ولكن بيعتمد على سوء فهم المتلقي، ان انا بقتطع لك جزء بس وارميهولك وانا فاهمه صح بس انا عايزك تفهمه ايه غلط، وجايبه لك بطريقه معينه ما تتفهمش غير غلط. لذلك من هنتكلم دلوقتي في الضوابط، ان مش بس الخبر، ممكن يكون الخبر خد بالك ممكن يكون خبر صدق، وممكن يكون اللي بيقوله راجل كويس كمان بس هو مش فاهمه. لذلك من شروط انك تقبل خبر ان يكون اللي بيقول لك الخبر ده فاهم بيقول ايه، مستوعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. انت ممكن تحفظها تيجي ترميها بطريقة تتفهم غلط، لازم الوعي، لازم تفهم انت بتقول ايه، وإلا فالنقل الغلط يؤدي النتيجة ايه، يؤدي النتيجة غلط. مش نقل الغلط في ألفاظه، نقل الغلط في الفهم، انت بتفسرها على مزاجك. خد على كده بقى كله، ما هو سيدنا علي برضو لما خرجوا عليه بعد كده خرجوا عليه من نفس العلل، قالوا له انت حكمت الرجال في دين الله، لما عمل الايه ابو موسى الاشعري وايه عمرو بن العاص، انتوا عارفين قصه الايه التحاكم ديت، وكان حصل مشكله فهو جعل حكمين، ايه المشكله في كده اصلا؟ قالوا له لا، ربنا بيقول ان الحكم الا ايه الا لله، يعني ايه المطلوب يعني ربنا ينزل يحكم بنفسه ازاي يعني؟ طيب ما هم الرجال هيحكموا بايه؟ هو بالقرآن والسنة ويحكموا بدماغهم؟ يعني هم جابوا كلمة حق وخبر حق، هو حكم الرجال ومحكمش الرجال؟ حكم الرجال، وربنا بيقول إن الحكم إلا لله. فأنا قال لك الخبر صدق بس وصله لك بطريقة لازم تفهمها غلط. ربنا بيقول إن الحكم لله، والخبر يقول لقد حكم علي الرجال. إيه رأيك؟ فهمت غلط فهمتش غلط؟ ساء ظنك في علي ولا ما ساءش؟ ساء، لان اللي قاله لك رماه لك ايه؟ رماه لك بطريقه لعيب حريف يقدر يخليك تشك في اخوك اللي انت لسه مقابله من شويه، هيقطع لك جمله ويركبها لك على فيديو ويحطها لك مش عارف ايه ويجتزئها، يلا اللي انت كنت بتثق فيه النهارده هتكفره بكره. سيدنا علي النهارده مؤمن بكره كافر، بسبب ايه؟ رميت لك واحده كده منافق، رمى رميه لعيب. لكن لو قال حكم الرجال بكتاب الله، كلمة واحدة بس، حط كلمة واحدة خلص الموضوع، حكم الرجال وقد حكم الرجال بكتاب الله، فلا تعارض إذن بين حكم الرجال وبين قوله تعالى إن الحكم إلا إيه إلا الله. خلصت ما خلصتش، بس أنا شلت كلمة واحدة، حكم الرجال شلت بكتاب الله دي، حكم الرجال. افهم أنت بقى اللي تفهمه. لذلك سيدنا علي لما راح رد على الخوارج قال لهم أنتم ما تنقمون على علي؟ قالوا له حكم الرجال في دين الله. فجاب لهم قال لهم طب تعالوا بقى شوفوا الكتاب نفسه، قال لهم مش ربنا بيقول فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها؟ ده في ايه؟ ما هو سألت واحد ومراته مزعلانين من بعض بس، وربنا قال اللي يقتل ارنب ولا غزاله في الحرم ولا بتاع، قال يجيب بقى بداله يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه. قال لهم مش الكلام ده صح ولا؟ قالوا له لا صح صح طبعا كلام صح. قال لهم يعني ربنا يقول الرجاله يحكموا في ارنب مقتول في الحرم وفي واحد زعلان من مراته وما نحكمش الرجال في دماء المسلمين واعراضهم؟ هو ايه سكتوا كان انت ضربتهم بالقلم، هو الخبر جاي له غلط، لكن لما جاله صح ايوه صح، ازاي فهمنا كده يا ابن الذين اللي قلت لنا البتاعه دي؟ احنا كنا اغبياء جدا، ازاي فهمناها كده؟ كم موقف حصل لك بالله عليك كده؟ جالك خبر عن واحد، فيديو، صوت، خبر في جريدة، فلان بيقول كذا، يا ده منافق، ده ابن 60، ده عميل، ده دي دي، تيجي تروح تستفسر، والله ما قلتش كده خالص، ده الكلام ده مقطوع من مش عارف ايه، ده جايبين حتة على حتة، ده شالوا الكلمة دي وحطوا كلمة، أنا آسف والله ده أنا معلش أنا شتمتك لما طلع بوزك معايا، سامحني بقى معلش، طب ليه؟ مش تسأل؟ لو كانوا سألوا علي بن أبي طالب ليه عملت كده كانت خلصت، لكن هم كفروه وخرجوا عليه وقتلوا ومش عايزين يفهموا برضه، مع أن ابن عباس قال لهم. ففي ناس تابت طبعا بعد ابن عباس. أنا عايز أقول لك أن الخبر لا يكفي فيه أن يكون
مجرد صدق بس، انا ممكن اجيب لك الصدق وخليك تلبس في حيطة برضو، لان انا بقول لك بطريقة معينة، او مقتطع من سياق، او مجتزئه، او اديته لك بفهمي انا، بفهمي ايه انا، مش بالفهم الصحيح. انا عارف الفهم الصحيح، بس انا جيته لك بطريقة لازم تفهم غلط، كأني كذبت، بس ما كذبتش في اللفظ، كذبت في الايحاء، خليتك تصدق او تفهم حاجة تانية خالص. لو كنت كملت بس السياق كنت فهمت حاجة تانية. خدت بالك؟ لا تقربوا الصلاة، نفس الطريقة. المهم سيدنا علي اللي حصل ايه؟ سيدنا عثمان قتل، خلاص قلنا ان اصلا سبب قتله خبر فاسق. شوف الامة هي بداية الفتنة قتل سيدنا ايه؟ قتل سيدنا علي، او ممكن بداية الفتنة كانت قتل عمر اصلا رضي الله عنه وارضاه. لكن بداية بقى الاكاذيب كانت في زمن ايه؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. قتل عثمان، لما قتل عثمان المفروض اللي بعديه على طول يبقى علي بن ابي طالب، وكل الصحابة على فكرة كانوا مقرين بذلك. يعني اللي يفهمك، لو انت متوهم ان المعارك دي كانت على الخلافة يبقى انت مش فاهم حاجة، يبقى انت مصدق اكاذيب تانية. فدي بقى فيها اكاذيب كتير طبعا، لكن المسألة اللي حصلت بين عائشة وبين علي ليست على الخلافة ولا على القصة دي خالص، انها موضوع تاني خالص. وإلا فأحد الصحابة الكرام هو الأحنف، أو الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس بيذكر قال بعد مقتل عثمان ذهبت إلى طلحة والزبير، طلحة والزبير اللي هم بعد كده قتلوا عثمان نفسهم، قال ما تأمراني؟ نروح فين؟ نعمل ايه؟ قالوا عليك بعلي بن أبي طالب. ثم ذهب لعائشة، قال عائشة ما تأمريني بعد عثمان؟ نسمع كلام مين؟ قالت عليك بعلي، هو ده الخليفة. فكل كان مقرب ليه؟ خلافة علي بن أبي طالب. لكن المشكلة الوحيدة فإن كان عثمان، كان طلحة والزبير وعائشة كانوا يرون أنه لابد من الأخذ بثأر مين؟ عثمان أولا قبل أن نبايع علي على الخلافة. ناخد الثار الأول بعد كده نبايعك على الخلافة، ما عندناش مشكلة أن أنت الخليفة، بس تدينا الأول إيه؟ تسلم لنا قتلة عثمان. سيدنا علي كان يرى أن أنا الأمر لن يستتب لي، ومش هقدر أعمل كده، الناس دي ليهم وراهم ناس وراهم ناس، لازم الامر يستتب ليا الاول عشان اقدر اعمل لك كده. تبايعني الاول بالخلافه، الامر يستتب ليا، اجيب لك الناس، لكن انا دلوقتي موقفي ضعيف، انت لسه ما بيعتنيش. خان الخلاف في الحته دي. فالمهم السيده عائشه وطلعت مع طلحه والزبير في جيش، وراحوا بنفسهم العراق يجيبوا مين؟ قتله عثمان. لان برضه الناس فاهمه غلط، فاكرين ان هم خرجوا على علي، لا هم خرجوش على علي، هم راحوا منع نفسهم بجيش يجيبوا قتلة عثمان، هم لسه ما بيعوش علي، مش ملزمين بايه؟ بطاعته دلوقتي. فخرجوا مع نفسهم، لسه الدولة ملهاش خليفة، خرجوا مع نفسهم فعلا في جيش رايحين العراق يجيبوا قتلة عثمان. فهناك قبلوا أول حاجة قبلوها دخل عايزين يدخلوا البصرة، فوالي البصرة اللي هو كان اسمه عثمان بن حنيف، صحابي جليل، عثمان بن حنيف كان والي على البصرة. لما وصل البصرة قالوا له ندخل، قال لهم مش هتدخلوا حتى يأذن علي بن ابي طالب. راح حصل اصطدام بين الجيش ده وبين الناس اللي في البصرة اللي هو تبع الوالي دوت، وحصل مقتلة وحصل دماء، وانتصر طبعا فريق عائشة وطلحة والزبير. هنا قام علي بن ابي طالب، طالما الموضوع وصل لكده يبقى لازم اوقفهم، لان ده خطر على الدولة. انا مش عنديش مشكلة شخصية معاك، لكن الدولة في خطر دلوقتي. خرج علي بن ابي طالب في 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وكان فريق عثمان عائشة والله أعلم كان حوالي من خمسة لستة آلاف مقاتل. الدولة بتنقسم، ممكن تنقسم الآن، لازم الموضوع ينتهي. فسيدنا علي بن أبي طالب راح وفعلا وصل وما قتلهمش. الأول بدأ بالسياسة، أرسل المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو للتفاوض مع طلحة والزبير. كلام تمام، رغم ان هم شوفوا يعني انهم قتلوا ناس من بصر، بس الراجل بيفكر في مصلحة الدولة دلوقتي. فارسل عثمان قعقاع بن عمرو والمقداد من الاسود الى 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 طلحة والزبير يتفاهموا معاهم، ايه المطلوب؟ قالوا له مطلوب كده كده كده. المهم هم برضو لسه الموضوع ايه مخلص، لكن اللي اتفقوا عليه اتفقوا الا يقتتلوا ابدا. تمام، ادي اهم ايه؟ اهم حاجة. يبقى اخر كلام ما بينهم قبل ما يناموا الليلة دي ان احنا لن نقتتل ابدا، يعني نأجل النقاش او حتى هنتفق وحنشوف الموضوع، بس اخواننا مفيش داعي للايه؟ للقتال. حلو قوي كده، ناموا الليله دي، ناموا من هنا
طبعا اللي هم تبع عبد الله بن سبأ اليهودي اللي هو اصلا سبب في قتل عثمان هيسكتوا ازاي؟ هنسيب الموضوع كده ازاي؟ شوف المنافق بقى بيشتغل ازاي عشان تعرف يعني ايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قيمه تبينوا دي قيمتها ايه؟ راح جم اتباع عبد الله بن سبأ عملوا ايه؟ شويه راحوا هنا وشويه كانوا هنا. بالليل والناس نايمه قتلوا ناس في فريق علي وقتلوا ناس في فريق طلحه والزبير. طبعا صح الناس لقوا ليه؟ جثث هنا وجثث هنا، وطبعا اتفرقعت اشاعه ما تعرفش جت منين، اه ده هم اللي شفناهم بالليل جم هنا ودول هم اللي جم هنا. الناس فقدت صوابها وبدا القتال فورا. بدون اذن احد. لا اذن علي ولا اذن طلحه والزبير. طلحه حاول يوقف الناس ما سمعوهوش. علي بن ابي طالب حاول يوقف الناس ما سمعوهوش، والتحم الفريقين في ثانيه. طب اخواننا تثبتوا، طب نسال، طب نعرف مين اللي قتل، طب يعني طب نستفسر، طب ما هو الاثنين ميتين من الفريقين، طب ما ينفعش. مفيش، العقول وقفت في اللحظه ديت، كله خلاص فقد الصواب وصارت الفتنه، والفتنه لو صارت انسى بقى كلام العقلاء ما يجيبش نتيجه. بس بص الموضوع كله بدا بايه؟ خبر فاسق، تصرف فاسق. لو انا دلوقتي كان الخبر ده الاول سالت تثبت مش حصل اي حاجه. كل بص احنا لغايه دلوقتي بنعاني من اليوم دوت. هو الشيعه جم منين؟ الخوارج جم منين؟ كل اللي احنا الدماء اللي بتسيل في سوريا دلوقتي وفي العراق دلوقتي وفي اليمن وفي ليبيا من اليوم دوت. وبقى بعد كده في شيعه لعلي بن ابي طالب، وبعد كده قتل علي بن ابي طالب، وبعد كده كل ال في بذور اترمت احنا لغايه دلوقتي بنذوق ويلاتها. شوف خبر فاسق واحد يعمل ايه؟ يخلي الامه تعاني مئات السنين، ما 1400 سنه بنعاني من موقعة الجمل. حصل مشكله كبيره، اقتتل الفريقين، حصل مقتله. طلحه والزبير نفسهم ما شاركوش في القتال، ايه رايك بقى؟ طلحه خد بعضه ومشي او حاول يوقف الناس، جات له اصابه مات، واحد ضربه سهم غدر مات. الزبير بن العوام قابل علي بن ابي طالب في بعض الاثار، قال يا زبير الا تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتل علي وانت له ظالم؟ فذكره بالحديث، قال فالتفت الزبير ومضى عائدا الى المدينه. خد قرار فورا انا راجع. وهو راجع جات له ضربه في ظهره مات رضي الله عنه وارضاه. مات طلحه، مات الزبير، يعني اصيب الجمل، واول ما اصيب الجمل قلت لكم الايه؟ المعركه توقفت. علي بن ابي طالب طاف في جرح الفريقين ووجد طلحه مقتول، فجلس واخذ يبكي بكاء مريرا على طلحه، يبكي بكاء مريرا على طلحه، يقول ما أحب أن أراك هكذا أبا محمد. وعد لقى محمد بن طلحة، محمد بن طلحة ده ابن طلحة، وكان يسمى السجاد لكثرة عبادته. فبكى عليه علي رضي الله عنه وكان يقول يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وقتل الزبير. اللي قتل الزبير بقى دخل على ابن أبي طالب فرحان ومعاه سيف الزبير، قتل وخد سيفه ودخل على علي رضي الله عنه وقال وبيبشره بقى قتلت لك الزبير. فلما رآه أخذ منه السيف وقال كم زب هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم أمر به وطرد. أمر به وطرد من مجلسه. ثم ذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها وأكرمها وأحسن إليها وحملها وبلغها المدينة، وصلها لغاية الإيه؟ المدينة. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث اللي اسندها حسن قال له تختلف أنت وعائشة، تختلف أنت وعائشة،
فقال علي رضي الله عنه قال يا رسول الله إذن أنا أشقى القوم، يعني أنا أختلف مع عائشة ممكن تحصل في يوم من الأيام، إذن أنا أشقى القوم، ده أنا ضايع بقى في الحالة دي. قال لا، يعني لا لست أشقى القوم، ولكن إن حصل هذا يا علي فبلغها مأمنها. شوف الأخبار الغريبة دي، النبي بيحكي الفتنة كلها، بيقول لها هتختلف أنت وعائشة، بيقول له إزاي ده مش ممكن، ده أنا بقى حصل لي حاجة لو اختلفت أنا وعائشة. قال سيحصل، مش معنى كده إن أنت وحش، بس سيحصل، فإذا حصل ذلك فأبلغها مأمنها. وبالفعل أخذ علي بن أبي طالب عائشة وعاد بها آمنة إلى المدينة. شوف القصة بسيطة، كانت ممكن تنتهي ببساطة، لكن إيه المشكلة كلها في خبر إيه؟ خبر الفاسق. الله المستعان. خبر الفاسق بقى مين اللي تضررت بيه؟ يعني دي تاني مرة تتضرر بيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإلا كانت المرة الأولى هي لما هي أصيبت بهذه الإصابة الشديدة ولما طعن في عرضها، وكان بسبب خبر فاسق. قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة وخد معاه السيدة عائشة، وهو راجع من الغزوة ريحه كده في مكان، فنزلت السيدة عائشة تقضي حاجتها، بعد كده رجعت دورت على العقد بتاعها ما لقيتوش، قالت راحت تدور عليه هنا هنا هنا، فالجيش مشي وخدهاش، كان في هودج، كان الستات بيقعدوا فيه هودج كده حاجه زي خيمه صغيره فوق الجمل، فهم قاموا بالجمل، هو كانت السيده عائشه وزنها خفيف فما حسوش بفرق يعني، فافتكروها جوه فايه خدوا الجمل ومشيوا، والجيش مشي وسابها، فرجعت ورجعت ما لقتش حد، ف قلت يا حي هيستأخروني مش هيلاقوني فيرجعوا لي تاني، فقلت قعدت في مكاني استناهم. فبتقول مين اللي جاء بقى من ورا، جه بقى متاخر، صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وارضاه. هو رجل شهد يعني رجل عظيم من افاضل الصحابه رضي الله عنه وارضاه. صفوان كان متاخر عن الجيش، فبتقول يعني وكانت هي نامت، قالت فرآني وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني شاف وشها لان هي ما كانتش مغطيه وشها. قالت فلما رآني قال زوجة رسول الله إن لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. هذا يدل لك ان السيدة عائشة كانت لابسة ايه؟ لابسة نقاب، عشان اللي يقعد يقول لك بقى ايه؟ هما كان كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لابسين ليه النقاب، لما نزلت آية الحجاب فهموا ان هي مقصود بها الايه؟ مقصود بها هذا الامر، فلبسوا النقاب رضي الله عنهم وارضاه. المهم قالت فخمرت وجهي. قالت ووالله كان احسن الناس، ما زاد على الكلمة التي قالها، ووالله ما كلمني كلمة، وما زاد على أن أناخ لي البعير فركبت عليه وأوصلني إلى المدينة. بس وده اللي عمله صفوان. بتقول أنا ما رجعت تعبت، أصابها مرض عادي. فقالت فأي فمكست في بيتي شهرا أمرض، شهر بتمرض في البيت. قالت وحينها خاض الناس في الإفك وأنا لا أدري بأي شيء، مش عارف أي حاجة من اللي بتحصل إيه من اللي بتحصل حواليا. تمام. بعد كده طبعا عبد الله بن أبي بن سلول استغل الخبر وقال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، عايز يقول اتأخرت يعني عشان يتقابلوا بتاع، ما سلمت منه وما سلم منها. وشاع بقى المنافقين مسكوا الايه الكلمة دي والخبر ده وقعدوا يتناقلوه ايه بينهم، وبدأ الخبر يتسمع في المدينة لغاية ما وصل للصحابة، وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الوقت ده ما كانتش لسه نزلت الايه الآيات ديت اللي هي بتحث على الامور دي، وما كانش نزل لسه حكم القذف. ما لو احنا عارفين دلوقتي لو واحد اصلا قال على واحده دلوقتي كده نعمل ايه؟ هنقول له تعالى حبيبي 80 جلده خلصت، معاك شهود؟ لا 80 جلده. معاك شاهد؟ 80 جلده انت وهو، شاهدين 80 جلده، لازم يكون ياتوا باربعه ايه شهداء، اقل من اربعه شهداء يتجلدوا كلهم، ولازم الشهداء يكون شافوا بعينيهم الفرج في الفرج، مش يقول انا ايه بشبه اصل كان من ظهره، لا يعني كان الحكم ده لسه ما نزلش، نزل بسبب الايه الواقعه ديت. فكان المجتمع اول مره يتعرض لحادثه زي دي، المفروض نعمل ايه؟ يعني انا المفروض هو اللي يثبت الجريمه ولا انا اللي اثبت البراءه؟ طب هو معهوش دليل على اثبات الجريمه الا الخبر، وانا معيش دليل على البراءه الا حسن الظن، يعني انا ابراها ازاي؟ ما فيش دليل مادي يبرئ السيدة عائشة، إنما حسن الظن. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قام في الناس قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي وما أعلم عن أهلي إلا خيرا،
وبلغني أذاه في رجل من أصحابي لا أعلم عنه إلا خيرا. ما يعني حد يشوف لي حل في الراجل دوت، بيؤذيني في أهلي وإشاعات وأنا مش ما عنديش إثبات، بس أنا ما أعرفش عنه إلا كل خير، والراجل ده ما أعرفش عنه إلا كل خير، إيه الحل؟ سيدة عائشة بتحكي بتقول ده حصل. بص بقى الخبر وصل لإيه. قالت: فقام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، قال: يا رسول الله، هم عارفين ان عبد الله بن ابي سلول هو اللي عمل كده. عبد الله بن ابي سلول منين؟ من الخزرج. قال: يا رسول الله، ان كان رجل من الاوس كفيناك اياه، احنا نتعامل معاه، وان كان رجل من اخواننا من الخزرج فمرنا بما شئت. يعني لو عايز نموت لك واحد من الخزرج هنموته لك. طبعا دي حزت في نفس الايه الخزرج برضو، فيه برضو يعني حاجات من ايام الايه الجاهليه برضو ممكن تدفح كده، وخبر المفاسق ممكن يهيجها، ممكن واحد دلوقتي يهيج الايه، يهيج ما بيننا وبين النوبيين مثلا، يصير اي كلام كده بيقلصوا عليكم بيعملوا، يحصل الصدور بيننا وبين السيناويه، بين الصعايده ومش عارف ايه، بين المسلمين حتى والنصارى، سهل جدا ان انت تستثمر اي حاجات قديمه وتوقع بين الشعوب، تخلي تفرق الناس في البلد الواحده، وسهل جدا تقسم البلاد بسبب شويه اخبار، شوية فسق، شوية توقيع بين الناس. لا، ده انتوا لازم تنعزلوا، وانتوا بقى خدوا بلد لوحديكم، وانتوا خدوا الحتة دي لوحديكم، والحتة دي لوحديكم، شكرا كده، سايكس بيكو جديدة، بلاد جديدة تضعف الأمة المزيد من الضعف. خاصة الأوس والخزرج كان هيحصل بينهم كده. مين اللي اتحمق بقى أو اتشد كده للأوس للخزرج؟ سعد بن عبادة. ازاي تقول كده وأنا قاعد؟ أنا أقول كده بس أنت ما تقولش، أنا أقول أموته بس أنت ما تقولش. فطبعا بيقولوا قال: فأخذت سعد بن عبادة الحمية، وكان ولا قال في رواية، قال: فأخذت احتملت سعد بن عبادة الحمية، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. يعني الرجل حتى السيدة عائشة وهي بتروي بتقول هو رجل صالح، بس في الموقف ده يعني ايه، خدته الحمية فلتت منه يعني. فقال قام لسعد بن معاذ، تخيل اتنين حبايب اصلا، قال: والله لا تقتله ولا تقدر عليه. قال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. يعني لو قعد من الأوس ولا تقدر عليه. شوف شوف بيعمل ايه. وسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ، فقام سيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة سيد الخزرج الرجل الفاضل، قال: لعمر الله، والله لنقتلنه، وإنك منافق تجادل عن المنافقين. شو تخيل؟ شو تخيل؟ ازاي قالوا لبعض كده؟ سنة قد ايه يعني انت بتحكيها القصة دي بعد 1400 سنة ومتألم. ازاي الصحابة كلموا بعد كده؟ ازاي اتقال لسعد بن عبادة انك منافق؟ لكن لما بتحصل الفتنة الناس بتفقد بصيرتها. خبر فاسق قد يهلك، كاد يهلك الأمة. وكان الأوس والخزرج هيقتتلوا، وبالفعل السيدة عائشة قالت: فهم الفريقان أن يقتتلا، يتحملوا البعض. ازاي تقول لسعد بن عبادة كده؟ وازاي انت تقول لسعد بن معاذ كده؟ قام الأوس والخزرج قاموا إلى السلاح، فسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقفل الموضوع خالص. يعني أنا جايبكوا تحلوا، جايبكوا تشوفوا لي حل، قفلت بإن احنا خلاص هنموت بعض. عشان كده افهم بقى وإن طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا. عرفت بتيجي ازاي؟ بص يوم زي ده كان هيخلي الاوس والخزرج يموتوا بعض، مع ان مالهمش دعوه بالموضوع، موضوع خارج عنهم، لكن هي كده، هي بتيجي كده. طبعا السيدة عائشة وصل لها الخبر وعرفت، قالت فأخذت تبكي الايام والليالي، قالت: لا يرقى لي دمع، لا يرقى لي دمع،
الموضوع قعد، عارفين قعد في المدينة دي شهر ما نزلش وحي، وربنا أراد ذلك عشان يحصل بقى إيه، كله يبان على حقيقته بقى، وتحصل المصالح بقى الكبيرة، يبان صبر عائشة، ويبان صبر أبي بكر وصبر أمها رضي الله عنها وأرضاها، ويبان صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وترتفع منزلة عائشة، ويظهر المنافقين ويظهر النفاق، ويتعلم المؤمنين الدرس، ولما تنزل أحكام القذف تنزل عليهم بردا وسلاما، وتثبت في قلوبهم ويعرفوا خطر المنافق وخطر الخبر الفاسق. مصالح ضخمة جدا ربنا اختصرها في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير كتير جدا ترتب على هذه الواقعة. المهم أن السيدة عائشة، طبعا الموضوع طول والنبي عليه الصلاة والسلام مش عارف يعمل إيه، يعني إيه الحل، نعمل إيه؟ الناس بتتكلم الآن، وكل الناس بدأت إيه، يعني كله بيتكلم، لدرجة إن بعض أفاضل الصحابة تكلم في الأمر، ودي من أخطر أمور الفتنة، إن هو الخبر هيبتدي الأول ينتشر بين الفساق بس من كتر انتشاره هيبتدي يقع فيه بعض الأفاضل. تعرف مين اللي اتكلم في السيدة عائشة؟ حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل مين اللي اتكلم؟ حمنة بنت جحش، وحسان بن ثابت، ومصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة ده شهد بدرا، من أهل بدر، وهو ده السبب اللي عرفت بيه السيدة عائشة، لأن هي كانت ماشية مع أم مصطح، وهي اللي حكت لها، قالت لها ده مصطح بيقول كذا وكذا وكذا. مشكلة كبيرة جدا جدا، والموضوع قعد شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف متحير مش عارف يعمل إيه، والموضوع بيزيد، والفتنة عمت وطمت، وحصل يعني المجتمع فسد تماما بسبب الإيه؟ بسبب الأمر ده. حتى نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، في بقى تبرئة عائشة، الآيات الإيه الطويلة اللي أنتوا عارفينها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الإيه القصة اللي أنتوا عارفينها ديت، وانتهى الموضوع. بس بعد إيه؟ بعد ما كاد الأمة أن تقتتل. لكن بص بقى الإيه العلامات البارزة في التعامل مع الفتنة، إزاي يتعاملوا مع الخبر. السيدة عائشة تحكي موقف تقول: لا أنساه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من شدة الأمر بدأ يسأل الناس اللي عارفة عائشة، يقول: حوالنا حد سمع حاجة، حد عرف حاجة، في خبر وصل لكم، في حاجة عندكم، في جديد. فذهب إلى زينب بنت جحش وقال: يا زينب، ما تقولين في عائشة، ما تقولين في عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: رغم أنها هي التي كانت تساميني في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع وهلكت أختها حمنة. شوف الكلام، تساميني، عارف يعني أنا دي الوحيدة اللي بتنافسني. ليه؟ لأن زينب أصلا قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة عمته، جميلة من بني هاشم، يعني تتفوق على السيدة عائشة في بعض النقاط، قريبته من بني هاشم بيخليها ليها منزلة كبيرة عنده، فدي المنافسة على طول، يعني من اتنين زينب، يعني لو كانت عايزة تعمل في السيدة عائشة ضربة قاضية كانت سهلة جدا، كلمة واحدة كانت تنزل السيدة عائشة عن منزلة النمرة واحد وتبقى هي نمرة واحد، ما عملتش كده. بص التعامل ازاي مع الخبر، انا ما اعرفش، ما عنديش دليل، واظن بالناس لي كده، ما علمت عليها الا ايه خيرا، احمي سمعي وبصري. من النماذج البارعه في التعامل مع الفتنه دي ابو ايوب الانصاري لما وصل الكلام، ام ابو ايوب الانصاري طبعا اصحابها يخلي بالك بيحتطوا في الكلام عشان ما يعوش، فتقول له ام ايوب: قالت يا ابا ايوب، هل سمعت ما يقول الناس في عائشه؟ مش قادره تقول، مش ما ينفعش تقول. قال: يا أم أيوب، أسألك بالله، لو أنك مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله لا أفعل ذلك. قال: فإني أشهد أن عائشة خير منك. أنت متخيل الأزمة وصلت فين في المجتمع؟
كل ده بسبب ايه؟ خبر فاسق، تناقل الخبر وحصل اللي حصل. ربنا بقى ادانا الايه؟ نتعامل ازاي بقى مع خبر الفاسق؟ قال ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن ابي سلول له عذاب عظيم. نعمل ايه بقى يا رب؟ واحد، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. دي أول حاجة، أول حاجة بتعلمها لما بيجي لي خبر، إذا لو جاني الخبر عن شخص أصلا هو كويس ما عرفش عنه إلا خير، الأصل إن أنا أرفض الخبر وأحسن الظن وانتهى الكلام أو أتثبت. يعني لو انت مش هتتثبت يبقى انت هترجع للاصل. انا دلوقتي عندي اصل عندي وعندي خبر ما فيهوش دليل، واللي عندي ليه دليل، دليل افعاله اقواله وعلاقتي بيه. انا عارف الراجل ده رجل صالح، او الراجل ده عالم فاضل، او الراجل دوت يعني عمرنا ما سمعنا عنه نفاق ولا خيانه ولا طول عمره راجل. النهارده جاي لي خبر عنه، معاك دليل عم الحاج؟ لا معيش دليل. بيقوله سمعت اصل بيقوله، هقول له والله معلش انا اسف، انا عندي اقوى منك، عندي حسن الظن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ بأنفسهم خيرا. يبقى أنا أول حاجة بتعامل بيها مع الخبر الفاسق إن أنا أحسن الظن بأخي. جالك خبر عن أخوك في المسجد بيصلي معاك طول عمرك عارف عنه كويس، خلي بالك ده بيقول عليك ده بتشارفي، معاك دليل يابا؟ لا معيش دليل، شكرا، قفل الكلام، كلام وقف، مش مصدقك، لأن الأصل عندي ده أخويا وحبيبي عمره ما شفت منه حاجة وحش، وتنسى الكلام خالص أو تجيب دليل، مفيش دليل الكلام انتهى. أخوك واحد معاك في الشغل نفس الطريقة في التعامل، طالما أنت تعلم عنه خير يبقى أنت مينفعش إنك أنت تتقبل عنه الإيه السوء. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، خد بالك هو ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا قال ظن المؤمنون بإيه؟ بأنفسهم، وأنا أظن بنفسي سوء أكيد أظن بنفسي خير، بس هنا كلمة أنفسهم معناها إخوانهم، وربنا عبر عن الإخوان بالنفس عشان يقول لك زي ما بتعامل نفسك تعامل أخوك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما تجيش إنك أنت دايما بتحمل يعني أفعالك على أحسن المحامل وعايز الناس كلها تحسن الظن بيك وعايز الناس تفهمنيش غلط وأنت قاعد تسيء الظن بالناس كلها وكل حد بتفهمه غلط وعايز الناس تعاملك أنت كويس، ولما تتلسع أنت تزعل تقول لي ما تسألني يا أخي، يا أخي ما تستفسر، يا أخي ما عملتش، كانش قصدي، يا أخي اللي نقال لك كذاب. طب ما أنت كل يوم بتأذي ناس بنفس الطريقة وبتصدق الأخبار الكذابة، والأصل عندك إساءة الظن، والأصل عندك الاتهامات وكده، تزعلش بقى لما تحصل فيه، لكن احنا نزعل لما نتلسع بس، لكن نلسع عادي. يبقى أول حاجة معاك دليل، معيش دليل، شكرا، قفل الكلام. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى تاني حاجة التعامل، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهي طلب الدليل، هات لي دليل على الكلام اللي بتقوله، تطلب الدليل المادي، دليل حسي، أنا عايز دليل. يعني هو ده اللي ربنا قال يا أيها الذين من إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ليه؟ لو ما عملتش كده هتصيب قوم بجهالة على طول، هتسيء لأخوك، هتسيء لشيخك، هتسيء لشخص مظلوم. فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وبعد كده كلنا بنندم فتصبحوا على ما فعلتم إيه؟ نادمين. يبقى دي الإيه؟ دي الحاجة التانية، اللي هو فاسق جاي لبنبأ هتثبت. طب إمتى ما بتثبتش؟ خلينا أول نكمل ثلاثة وأربعة عشان ما تهش مني، وبعد كده أرجع لك تاني الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا. تبينت أنا تمام؟ نمرة ثلاثة، طلبت الدليل وجالي الدليل، فعلا الشخص ده عمل كده، فعلا الشخص ده قال كده. طب الخبر ده جالي عن مين؟ جالي عن شخص كويس أصلا مش من عادته يعمل كده، ولا جالي عن شخص دي عادته؟ لا والله لو شخص دي عادته وجالي خبر بدليله وتأكدت خلاص هصدق الخبر،
وهنتقل لمرحلة أربعة اللي لسه هقولها لكم. بس أنا لو جالي الخبر عن شخص مش دي عادته أبدا ومش ده كلامه ومعرفش عنه كده، يبقى هنتقل لحاجة من اتنين: إما إنك أنت تروح تسأله هو شخصيا وتفهم منه، عشان ده مش طبيعي اللي بيتقال عنه، ده مش طبيعي، ده ما بيعملش كده، أو تحاول تحمل كلامه على أحسن الإيه؟ المحامل، أو تجد له مخرج، أو تجد له تأويل، تقول يمكن قصده كذا، يمكن مش قصده، يمكن أنت ما فهمتش كويس، يمكن أنت جايب الكلام من سياق تاني، يمكن اللي قالك قالك غلط، يمكن يمكن. تحاول تجيب يمكن دي كتير جدا علشان تصرف عن نفسك الإيه؟ الاتهام الباطل. لو ما لقيتش مخرج روح اسأله، ده حل. سيدنا عمر رضي الله عنه وشيع في المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نسائه، حصل بينه وبينهم كده زعل زي ما بيحصل، فالناس ايه قالوا ده طلقهم كلهم. سيدنا عمر لقى كل الناس بيتكلموا في الموضوع دوت، اخد بعضه راح لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، واقف قدامه وصرخ: يا رسول الله، ايه خير؟ هل طلقت نسائك؟ قال: لا، شكرا. رجع لهم: ايه، طلقش نسائك؟ سهلة جدا يعني، يعني اي حد كان ممكن يعمل كده، ليه الموضوع طول قوي كده؟ ما تجيب من المصدر على طول. هو متوقع النبي يطلق كل نسائه كده؟ مش طبيعي، حتى خبر صعب قوي يعني، مش منطقي. طب نروح نتاكد من المصدر نفسه. خدت بالك من الحته دي؟ يبقى انا اما ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه المظلوم دايما بين الناس، ابن تيميه تقرا في كلامه درر في دي، ما في حاجات في كلام شيخ الاسلام بتطلع منها درر بعيد عن الموضوع نفسه. نقل مثلا نقل عن الجنيد، الامام الجنيد، وهذا رجل من افاضل الناس ومن الصالحين، بس النقل اللي نقله عنه كان فيه كلام صعب قوي، يعني كلام مش مقبول. فشيخ الاسلام بيعلق على النقل، قال: وهذا الكلام اما انه لا ينسب الى الجنيد، لان هذا الكلام ليس من عادته، او انه يحمل على كذا، او يحمل على كذا، او يحمل على كذا، وقاعد يجيب ايه، يجيب 100 تاويل، أو يكون قد أخطأ، فإن أخطأ غفر الله له. شوف الكلام، حتى لما إيه قال أخطأ، قال إيه؟ تعالى بقى واشتمك وأنت بتاعه، يمكن غلط، زل يا أخي، هو مين ما بيغلطش؟ ونقل قبل كده نقل عن سهل التستوري نفس الكلام، نقل غريب، ما ينفعش حد يعني تستغرب تقول إزاي واحد إمام يقول الكلام زي ده، برضه قال نفس الكلام، قال: وهذا لم يعهد عنه قط، ولعله قصد كذا، أو أن هذا الكلام نسب إليه كذبا وزورا. روعة، روعة في التعامل، رغم ان الخبر جاي له، بس مش ممكن الشخص ده يعمل كده. اروح اتأكد بنفسي، طب الشخص مات، مش هعرف اتأكد، خلاص احاول الاول اول كلامه. لذلك تجد ده طريقة العلماء مثلا في الكتب، لما يجيبوا قول الامام قول غريب قوي يقعدوا يحملوه على ايه، يقول لعله يقصد كذا، ويحمل كلامه على كذا، ويحمل كلامه على كذا، ادب. مش ممكن يعني الامام زي ده بعد كل التاريخ الناصع دوت في 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 نصرة الدين والذب عن الاسلام، ويروح طالع مره واحده طالعه كده غريبه قوي كفر، ولا مش منطقي يعني، حتى بالعقل يعني. اخي روح اسال، روح استفسر، روح استفهم قبل ما تقع وقع يعني تقف يوم القيامة وقفه صعبه جدا يا اخوان. لذلك قالوا: من وقع في عالم فقد وقع في ورطه. من وقع في عالم وقع في ورطة ليس لها منجا إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني أنت وقعت نفسك وقع سودة، إن الناس دي لهم قدر عند الله سبحانه وتعالى. إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. أنت بيستغفر له من في السماوات وتيجي تشتمه بسرعة بدون تثبت، بدون لا، لازم تأكد الأول. أنت ممكن أقول لك والله سبق حذر منه، بس اتأكدت، تثبت. خلينا نكمل عشان لسه هنرجع تاني لحته مهمه. لا ده يا عم ده الخبر صدق، وانا اتاكدت منه واتاكدت ان الخبر صح كمان. سيبك من موضوع عن شخص، لا خبر عموما، خبر في البلد مثلا، خبر في البلد والله سمعنا بيقولوا كذا. طبعا الخبر خبر مؤثر يعني، خبر خطير عن مؤسسه، عن جهه، عن حاجه ممكن تهز البلد. خبر اتأكدت؟ لا ما اتأكدتش، خلاص وقف لغاية ما نتأكد. اتأكدنا، طب الكلام المصدر بتاعك موثوق منه، وده مصدره موثوق منه، تمام التمام، كل حاجة صدق، وصلنا ان الكلام كله صدق واتأكدنا، حلو كده؟ نعمل ايه؟ نقول لا، لسه في خطوة رابعة. خد بالك، خطوة رابعة. ايه هي الخطوة الرابعة؟ تفكر قبل ما تتكلم.
هل نقلل الكلام ده هيؤدي إلى خير ولا شر؟ ولو خير وشر، هل الخير أكتر ولا الشر؟ ما ممكن أنقل كلام صدق وحق وكل حاجة مفيهوش أي غلطة، بس نقله غلط. زي مثلا حصل ضربة معينة في جيش في معركة، طبيعي ان احنا نقوله لعامة الناس والله الجيش بتاعنا اتضرب في الحتة الفلانية مثلا، يعني لو في معركة او جهاد المفروض الخبر ده بيتكتم ايه عليه عشان ما يسببش ضرر نفسي للايه للناس للجيش مش عارف ايه، وبننقل الاخبار الكويسة عشان الحماس والكلام ده. مثال يعني، في حاجات حتى لو كانت صدق لا تنقل لا تحكى، لان ضرر نقلها كبير جدا. فلازم انسان قبل ما يتكلم يسأل نفسه، هل الخبر ده نشره ينفع الناس ولا يضر الناس؟ يؤذي الأمة ولا ينفع الأمة؟ يشجع ولا يحبط؟ يؤذي ولا ينفع؟ يخلي الناس هيحصل ايه؟ لقيت الموضوع فيه ضرر ما تنقلوش حتى لو صح، هستفيد ايه؟ ضرر. خبر وحش، خبر في كذا، بس نقله ضرر، يؤذي الناس يحبط الناس ومش هنعرف فيش حاجة يعني، كل اللي يحصل مزيد من الضرر، يبقى ما تنقلوش. هو ربنا قال كده، خلي بالك ربنا قال لنا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف شير كل تاني يوم كل البلد عارفاه، تاني يوم روح قوله لكل الناس في الشغل، يبقى الموضوع سمعه 1000 واحد في التلفزيون، تاني يوم في 30 مليون واحد عارفينه. منين الألف دول؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فكر بالراحة، اسأل الحكماء، حكم عقلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني يقول لك تقول ولا ما تقولش، رغم أن الخبر صدق سواء أمن أو خوف. على فكرة ممكن نقل خبر الأمن يؤذي برضه، يعني حسب الايه الموقف. فلازم في الحالة دي تشغل دماغك، أقول ولا ما أقولش، وينفع ما ينفعش. أنت متخيل الطريقة أن أنت بتعامل بيها إزاي؟ في الاخر هنوصل ليه، تلاقي نفسك حذر جدا في الكلام، خاصة في ازمنة الفتن، خد بالك. لذلك كان السلف بيضربوا اروع الامثلة في الباب دوت، اللي هو مسألة ايه، مسألة حسن الظن والكلام دوت. كان مرة ايه واحد دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، فالمهم نقل له كلام عن راجل كده، قال له والله فلان بيقول فيك كذا وكذا وكذا، فقال انتظر حتى نتثبت مما تقول، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل قوله تعالى هماز مشاء بنميم، وإن شئت انصرفت وعفوت عنك. قال بل أتوب إلى الله وتعفو عني. ما الاختيارات كلها سودة، يا فاسق يا بتاع نميمة، ما انت جاي كذاب يا صادق وبتوقع بيني وبيني. هو نظر للمقالات، ايه الخبر ده انا استفدت منه ايه؟ حتى لو صدق يا اخي انت بتؤذيني، بتؤذيه، بتضر ما بيننا العلاقة، ملهاش فايدة. الراجل ده كويس يا عم، غلط فيا مرة معلش مش لازم تقول لي يعني، عشان كده يقول لك انما سبك من نقل اليك الكلام. انا كنتش عارف، ولو احنا في بيننا خير يا عم غلط فيا مرة ما تقوليش يعني، وهو اكيد برضو مش عوايده يعني، اللي اذاك اللي نقل لك الكلام. ارجع بقى للحته اللي انا كنت عايز اقولها لكم، وهي ان جاءكم فاسق بنبأ. خد بالك بقى احنا بنتعامل ازاي بقى ايه، عشان ايه الحته دي مهمه جدا. واحده واحده بقى، انا دلوقتي لو الخبر جاي لي من فاسق، شخص مش معروف بالعداله مش معروف بالصدق، زي ما قلنا الاصل ان انا ايه هرفض تصديق الخبر الى ان ايه اتثبت، وقلت لكم هنعمل ايه. طب لو جالي الشخص من الكلام من عدل، وده بقى السؤال، جالي الخبر من شخص عدل، شخص صادق بيكذبش، يكفي في ان انا اصدق؟ لا يكفي، هو ممكن يكون هو نفسه ناقل عن ايه، عن فاسق. واحد راجل محترم بيصلي معانا وتقي بتاع، راح سمع في التلفزيون حاجه جه قالها لنا، هنقول انت جايبها منين؟ وانت راجل محترم انت عم تكذبكش، بس جبتها مني قال لك والله سمعت فلان الفلاني، شكرا الخبر ده لا يصدق.
لذلك من انا كنت شرحت لكم، بدأنا في مصطلح الحديث. مصطلح الحديث ده اخوانا مهم جدا. انا ازاي اعرف الخبر صدق؟ لازم عندي شروط، بس اهم الشروط عندي ان يكون الناس اللي ناقلينه من اول واحد لاخر واحد كلهم عدول. لو واحد في النص فاسق او مش عدل، شكرا، الخبر ده بالنسبه لي ضعيف غير مقبول. فلو انا انت راجل محترم جبت لي خبر عن راجل محترم، بدورت ورا المحترم ده لقيت جريده مشبوهه، لقيت قناه اعلاميه مشبوهه، لقيت مذيع ما كذاب، هقول شكرا الخبر ده كده مش مقبول بالنسبه لي. واحد شير حاجه على النت، اقول له جبتها منين؟ اصلا هو مشيرها من الجريده الفلانيه. خلاص، حتى لو انت راجل محترم انا اوقف كلام معاك عشان انت جايبها من الجريده الايه الفلانيه، ما اقدرش اصدق دلوقتي. الحاجه الثانيه من شروط العلماء بيقولوها في المصطلح دي، يقول لك العداله والايه والضبط. يعني ايه الضبط؟ يعني يكون الشخص ده من الناس اللي بتحفظ كويس، عشان ممكن كلام يتقال له حاجه على ما ينقله يبقى حاجه ثانيه، ودي مشكله ثانيه. وهو الراجل عدل وجايب الكلام من عدل وجايب الكلام من عدل، بس العدول دول كلهم عندهم مشكله في الايه، في الحفظ. ودي بقى دي موجوده، ده كل الناس كده. الخبر يبدا حاجه يوصلك ايه حاجه تانية، رغم ان اللي كل ناقلينه ناس كويسه. هو الراجل قال سين وصلت لك صاد، هو قال كذا وقصدي كذا وصلتك كذا وقصده حاجه تانية. ما لازم تتاكد الناس اللي بتنقل دي اولا حفظها كويس، ثانيا بيفهموا، وممكن يكون كويس بس ما يعرفش يفسر لك. فدي تقول له قصده ايه، يقول لك لا كان قصده كذا، هو مش قصده كذا ولا حاجه، انت فهمت كده. ففي حاجات معينه لازم اعدي عليها، مش بس ان فاسق خلاص احنا نقول فاسق شكرا. طب والعدل؟ لا، العدل برضو ما انا هساله، هقول له انت جايب منين؟ لو لقيت في السكه من منه للخبر فيه فاسق او فيه مجهول او فيه حاجه غلط هوقف. او لقيت ان هو مش عارف هو جايبها منين، يقول لي بيقولوا قالوا قيل سمعنا الناس بتقول، كل ده بالنسبه لي مجهول عن مجهول، مش هقبل الكلام. لازم تقول لي انت جايب منين. ولو حتى طلع ان هم ناس كويسه بس انا عارف ان فهمهم ضعيف او ما عندوش علم، او يعني المعلومه اللي بينقلها دي عايز واحد فاهم بيقول ايه، او ممكن واحد جاهل مجرد بس بتاع اول امبارح بينقل لك حاجه كبيره اللي هو ما ينفعش واحد يقولها الا واحد فاهم. يعني تقول انت فاهم بتقول ايه؟ قال لك هما بيقولوا كده الراجل ده. واحد واحد بس، يعني تحاول تسال حد تاني بيفهم، عشان المعلومه دي ما مش سهله، يعني مش اي حد بيفهم يعرفش ينقلها صح. كلمه فيها تتغير تخيل المعنى ايه، يروح او تروح للمصدر نفسه وتفهم منه، ده يريحك خالص، تشيل بقى السند ده كله. لازم انا عندي يكون في عداله في الناس، يكون في حفظ كويس، ضبط في فهم، استيعاب لما يقولون، كل دي شروط، خد بالك. لو ما فيش الشروط ديت يبقى في شك في الخبر. السؤال هو انا كل خبر عايزني اعمله كده هنعيش ازاي؟ يعني لو جه النهارده واحد صاحبي قال لي الدكتور قال علينا شابتر 10، هقول له بقى العدول والضبط والكلام ده، انا هلبس كده. لا لا لا، خد بالك اللي انا بقوله ده في الاخبار المؤثره، خبر هيضر الامه او هينفعها، خبر هيؤثر على ناس كتير ايجابا او سلبا، خبر هيخلي لي واحد بعد ما كنت بحسن بيه الظن المفروض دلوقتي ايه اسيء بالظن، هنقله نقله. خبر ما كان واحد مسلم هخليه كافر، خبر ما كان واحد تقي هخليه منافق، خبر ما كان واحد دلوقتي كان هتعامل معاه هقطع معاه. الخبر اللي هيأثر، مش كل الدنيا هتعمل كده ولا هنعيش ازاي؟ ما هو لازم نعيش، بنقول لبعض وبنصدق بعض وخلص وبنعديها. يعني ما طلعت حتى لو كده مش هتضر قوي، يعني جبتها بخمسة جنيه ولا بستة جنيه مش هتفرق معايا. لذلك حتى بيقولوا خبر الفاسق يقبل في المعاملات، يعني اقول لك دي ب 10 جنيه وطلع كداب طلع ب 5 جنيه مش هيحصل حاجه، يعني مش مهم، يعني مش هنقفل عليه في كل حاجه بيقولها. عشان كده بيقولوا خبر الفاسق يقبل في الامور اللي ايه؟ سهله. يعني لو موضوع مش كبير اقبله مش مشكله، يعني ما لازم الدنيا تعيش، مش هنقعد نكذبه في كل كلمه بيقولها، لكن حاجه ما تؤذيش حد ماشي مش مشكله نصدقه في المعاملات، نصدقه بيحكي حكايه بيحكي قصه مع نفسه حصلت ماشي نصدقك مش مشكله. لكن بتقول خبر هيأثر معايا في شخص او في جماعه او في فئه او في دوله او في قرار او هيحرك الناس او او, أو. لا لا، هبتدي بقى اتعامل معاك بالايه؟ بالضوابط اللي انا قلتها لك ديت. انتوا متخيلين بقى القصه ماشيه ازاي؟ لذلك ما مهم جدا ان انت تفهم الايه؟ تفهم الحته دي. عمار ابن ياسر رضي الله عنه، عشان تفهم الحته اللي انا قلتها لك بتاعت احسان الظن ديت، وانك انت مهما اختلفت
برضو بتحمل الناس على احسن المحامل. جاله واحد سب السيدة عائشة قدامه، والسيدة عائشة كانت ضد عمار، خد بالك، وعمار كان في فريق مين؟ علي بن ابي طالب. فقام عمار وغضب واحمر وجهه وقال: اسكت مقبوحا منبوذا، والله انها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. شوف، رغم ان هو اتأذى بسبب السيدة عائشة، بس ده ما يخلينيش ان انا اظلمها، هي من هي، لها الشرف ولها المنزلة ولها ولها. شوف التعامل ازاي، رغم الراجل بيبني شتمته على خبر، ما هو الشيء اذتك حط عليها بقى، طب نشتمها؟ لا، انا ممكن حصل ايذاء، هي اجتهدت واخطأت، طلحة اجتهد واخطأ، الزبير اجتهد واخطأ، معفو عنهم، ما انساش فضله، ما انساش الكلام يعني الخير اللي كان ليه. في ناس بيجي لك خبر واحد تروح ماسح اللي قدامك، لازم نوزن الناس، ولو كل واحد جالي عنه خبر وحش مسحته لن يبقى لي احد. من ذا الذي ما اساء قط ومن له الحسنى فقط؟ مين اللي ما بيغلطش؟ حتى لو طلع غلط حوزنه، حسناته اكتر من سيئاته كده. او اساله، انا عايزك تتصور احنا نتعامل ازاي مع ليه، المنهجيه ماشيه ازاي. لو احنا اشتغلنا كده هنكفى شر كبير جدا في الامه. اغلب الشرور جايه لنا بسبب الايه؟ الاخبار. كم من دم مثال بسبب الاخبار، كم من ناس قتلوا ناس بسبب الاخبار، وتلاقي الاعلام هو اللي عمل الوقيعه ديت في الاخر، وما فيش حاجه، وتكتشف ان كانش في حاجه في الاخر. طب ليه الناس دي قتلوا دول، وليه ناس دول طلعوا على دول؟ خبر دول اللي قتلوا دول، يروحوا طول طالعين على دول، دماء تسيل، وفي الاخر تيجي تتطور على الحقيقه، محدش عارف الحقيقه فين، مين قتل مين، عمل مين. طب احنا صدقنا على اساس ايه؟ طب خدنا رد فعل على اساس ايه؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلام بس مش هيوقع بينا، هيخلينا نموت في بعض لو ما خدناش بالنا ازاي نتعامل مع الايه، مع الايه، الاخبار الفاسقين، خاصه زي ما قلنا الاعلام. الاعلام اخطر شيء، التعامل مع الاعلام بكل اتجاهاته على فكره، اغلب الاتجاهات تكذب، ويكاد يكون لا تجد اعلام منصف حقيقي ينقل لك خبر حقيقي. فعامه الاعلاميين كذابين كذابين، كله بيجيب على مزاجه وعلى الاتجاه اللي هو عايزه. فلا تتسرع ابدا في الحكم على المواقف ولا على الاشخاص بناء على الاعلام، اي اعلام اي اعلام، لان عامه الاعلام الان اغلبهم ايه بالطبع دوت كذابين. واما ما ينسب الى شخص او فرد او جهه او فعندنا المنهج اللي قلناه دوت، وعندنا طريقه التثبت اللي ربنا اخبرنا ايه بها. اخيرا اقول لكم ما قال الله تعالى فيما حصل في الافك، قال لولا اذ قالوا هذا افك مين، لولا جاءوا فاذ لم يتوجهوا فلكن زعموا كذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. خد بالك بتقول ايه؟ اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. واخيرا يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فيعني خلاص أنا كده طولت عليكم بما يكفي، نكتفي هذا القدر هذه المرة، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.